غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لنظام الأسد بين البوكمال وحمامية في البادية السورية، ونظام يتهم التحالف الدولي بشن الغارات والبنتاغون ينفي. رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان الروسية يكشف عن نشر 17 نقطة مراقبة مشتركة مع إيران في محيط محافظة إدلب بموجب اتفاق تخفيف التوتر الموقع في أستانا. وزير الاستخبارات الإسرائيلي يصرح بأن إسرائيل تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي للاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان المحتلة، ويتوقع موافقة الولايات المتحدة على ذلك خلال شهور. اشتباكات بين قوات النظام وتنظيم الدولة في ريف الميادين بدير الزور خلال محاولة التنظيم شن هجوما على نقاط عسكرية في المنطقة. منظمة أطباء بلا حدود تنتقد النظام لمنعها من دخول المناطق التي استعادها مؤخرا في دمشق وريفها، وتدعوه إلى منحها تصاريح لزيارة تلك المناطق من أجل تقديم الرعاية الطبية الفورية لسكانها.